مشاهدينا الكرام، للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الناشط السيناوي أبو الفاتح الأخرسي. سيد الأخرسي، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، مرحبا. لو تضعنا في صورة ما يحدث في سيناء في هذه المرحلة بالتحديد وازدياد عمليات القتل بهذه الطريقة، هناك من يسمون ذلك بأنه رصاص طائش أو انفجارات في النهاية يضيع فيها مدنيون وأيضا عسكريون، ما الذي يحدث بالتحديد؟ والذي يحدث أنه غياب مبدأ المحاسبة داخل القوات المسلحة وداخل الشرطة، وهذا يؤدي إلى أنه القوات العاملة في شمال سيناء تحديدا تقوم بإطلاق الرصاص عشوائيا باتجاه التجمعات السكنية واتجاه المناطق السكنية والتجمعات البدوية، وهذا الطريقة وهذا الأسلوب وهذه الممارسة بين الحين والآخر يكون لها ضحايا من الأطفال ومن النساء. مؤخرا كانت الفتاة الشابة رغدة جمعة السلايمة 24 عاما، وقبلها بأيام معدودة أيضا هناك الطفل مصطفى أبو جرير، يعني يوسف أبو جرير، ويعني هذه العمليات، ويعني قبلهم أيضا مهندس عبد الرحمن. نعم. يعني متكررة، والضحايا في كل مرة هم المدنيون، وأيضا لا يعني غابت أمام مبدأ المحاسبة، وفي كل مرة يعني تحدث هذه الانتهاكات الخطيرة التي تعتبر يعني تعدي على حق الحياة وحق. لكن هنا أريد أن أفهم شيئا بالتحديد أستاذ الأخرسي، يعني لو تضعنا في صورة المشهد هذا بالتفصيل، يعني كيف يمكن أن يطلق جنود من الجيش أو الشرطة النار عشوائيا على المساكن؟ يعني هل هذا إطلاق مباشر بدون مواجهات، أم أن هناك مواجهات ويضيع فيها المدنيون؟ يعني أريد أن أفهم هذه النقطة. والحقيقة أنه دائما هذه العمليات لا يكون فيها مواجهات، وإنما يتم الترويج لوجود المواجهات من أجل التغطية على عمليات استهداف المدنيين بالرصاص الحي وبالمدفعية الثقيلة. أحيانا عندما نقول بأن الأم كانت تسير بجوار ابنتها وأن هناك طلقتان أصيبت بهم الفتاة رغدة، إحداهما في الكتف والأخرى في الصدر، إذن يعني هذه ليست حالة فردية، كذلك أنه هذه الحالة متكررة أكثر من مرة كما قلنا، وفي كل مرة يتم الادعاء بانه كان هناك اشتباك لتبرير هذه جرائم قتل المدنيين على يد العسكريين في سيناء، لكن ليس هناك اطلاق. الصوت اختفى استاذ الاخرسي، ارجو ان يعني تعود الى وضعك الاول، كنت اسمعك بشكل جيد، الان الصوت لا اكاد اسمعه. هل تسمعني الان؟ نعم الان وصل مره اخرى، تفضل. تمام، اقول انه يعني في كل مره يتم قتل المدنيين فيها على يد الجيش في شمال سيناء تخرج علينا وسائل الإعلام المؤيدة للنظام العسكري بالقول بأنه كان هناك اشتباكات مع مسلحين وأن هؤلاء الناس قتلوا أثناء هذه الاشتباكات، وهذا عار تماما عن الصحة وليس له أصل ولا أي شيء، وإنما هو للتغطية على هذه الجرائم التي تقع بشكل ممنهج ضد المدنيين. هذا الأمر يعني أصبح من المعلوم بالضرورة داخل سيناء، ويستطيع لكن النظام العسكري نتيجة لأنه فرض التعتيم الشامل والكامل على سيناء منذ 7 سنوات، فإنه عندما نتحدث عن منع الصحفيين ووسائل الإعلام من الدخول، وعندما نتحدث عن منع المنظمات الحقوقية والإنسانية من الدخول إلى شمال سيناء، إذن لكن ما هو الغرض من إطلاق النار على مدني ليس هناك أي اشتباك، عن على بنت أو فتاة ليست تملك سلاحا وتسير هي ووالدتها في الطريق وتكرار هذه الحوادث، ما هو الهدف من استهداف مدني لا يملك سلاحا بهذه الطريقة ولا أي مواجهة ولا حتى في مظاهرة على سبيل المثال كنوع من الاعتراض على شيء؟ لا، هو هذا يعكس بدرجة كبيرة حالة الخوف والاهتزاز التي يعني يعيشها أفراد ضباط وجنود الجيش في سيناء بشكل واضح. هم عندما يرون أي شيء يتحرك في القرب من الأكمنة لا يفكرون إطلاقا ولا يعطون أنفسهم الفرصة للتحقق مما
من الذي يتحرك بالقرب من الأكمنة العسكرية، وبالتالي وخاصة أنهم ويعني للمصادفة أنهم يضعون هذه الأكمنة العسكرية في وسط التجمعات السكنية، وبالتالي يصبح على الأهالي أن لا يتحركوا، وإذا تحركوا فعليهم أن يتحملوا مسؤولية تحركهم ذلك، خاصة في ظل وجود جنود وضباط في قمة الخوف وقمة الرعب من المسلحين في هذه المناطق، وبالتالي يقوم الجنود بإطلاق النار على أي شيء يتحرك في محيط هذه الأكمنة قبل التحقق، لا يعطون أنفسهم فرصة للتحقق. إذا رأى إذا شك الجندي للوهلة الأولى بشيء يتحرك إلى جوار الكمين يقوم بإطلاق النار، وبعد ذلك ربما يتم التحقق من هوية ومن شخصية الشيء المتحرك، والذي غالبا يكون هو المدنيين للأسف هم الذين يدفعون ثمار هذه السياسة وهذا الأسلوب، وأيضا في ظل انعدام المحاسبة والعقاب لهؤلاء وأمانهم الكامل من التعرض لأي مساءلة أو تحقيق، هذه الجرائم تتواصل وتستمر وليس هناك أي مشكلة. وهذا أمر يعني معلوم بالنسبة لأهالي سيناء، معلوم بشكل واضح، وأنه هناك انتهاكات ممنهجة ضد المدنيين، هناك قتل المدنيين، حتى إذا يعني بعض الناس قتلوا لمجرد عطل السيارة بالقرب من أحد الأكمنة، تعطل السيارة هذا كافيا جدا لإطلاق النار على هؤلاء الناس وقتلهم وتدمير سيارتهم بالكامل، وقد حدثت أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة. نحن نتكلم عن انتهاكات واسعة ومنهجة ضد المدنيين لم نرصدها نحن فقط، وإنما المنظمات الدولية رصدتها وقالت بأنه منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش قالت بأن هناك جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تقوم بها القوات المسلحة المصرية تستخدم فيها الأسلحة المحرمة دوليا.